السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في هذه الآونة من كل عام يحتفل الناس بميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله، مولد النبي يعني الفولية والحمصية والسمسمية والحاجات الحلوة دي بقى يا شيخ. أيوة كده، ايوه كده، انا فكرت اللي انتوا لغيتوا مولد النبي يا شيخ. والله ما زلنا عند محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاسمع اذا. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا دون مداهنه ودون تدليس على الناس امر مبتدع ليس فيه صله بالسنه ابدا. لا 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 يا شيخ، ده انت لسه قال بعضمة لسانك من شويه مولد النبي، ده احنا بنحتفل بعيد الناس اللي ملهاش لازم، ما بالك بقى بعيد ميلاد النبي. ايه يا شيخ، ولا انت مش بتحب النبي؟ لم اقل الاحتفال، ولكن اسمع إذا. الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة ولا حتى الإجماع، وليس عليه قياس صحيح. يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، يقول: فكل من دان لله بشيء لم يشرعه الله عز وجل فهو بدعة وإن كان متأولا. وقال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. هل الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أقامه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أقامه الصحابة من بعدهم، أو السلف والتابعين والقرون الأولى، الرعيل الأول من هذه الأمة احتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا. لو كان فيه خير لسبقنا إليه النبي ودعا إليه ودعا أصحابه من بعده، بل واحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم. لو كان فيه خير لاحتفل به الصحابة، ولاحتفل به التابعون، ولاحتفل به الأئمة الأعلام عليهم رحمات الله. كيف تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الاحتفال حاجة بسيطة، تقوم تطلع كف الحلاوة كده من جيبك، تقوم باكله كده وتقول الحمد لله، حاجة بسيطة يعني. شو هل هذا هو الاحتفال؟ هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن أخرج كسرة حلوى من جيبي لأكلها؟ هل الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أن أمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم وبما لم يبيحه؟ فنبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وخير الهدي هديه والتقييد بسنته، من أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى جانب من حياتهم، تجد في حياتهم يحتفل بميلاد النبي ولكنه يأكل الربا، يتعامل بالربا ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى الكاسيات العاريات في الشوارع والطرقات والشاشات والقنوات ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يأكل بالرشوة ويدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يلهث وراء شهواته ووراء الملذات ثم يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يظلم زوجته في البيت ثم يدعي محبة النبي، وتناسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. تناسى قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة ثم يدعي محبة النبي. وهنا يقول القائل: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة
ووفاء محبة النبي والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أمرا ظاهريا وفقط، بل علموا الغرب وعلموا الدنيا بأسرها أننا نحن المسلمين نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق النبي كانت تقول: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. كونوا أنتم قرآنا يمشي على الأرض، تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أروا العالم بأسره محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بذا تكون احتفلتم بميلاد النبي. عندك حق يا شيخ، أنا كده اقتنعت بكلامك، ومن النهاردة ما عدتش احتفل إلا الاحتفال الصحيح اللي النبي يستحقه مننا، ولازم نطبق سنة النبي في حياتنا صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمين ليس عندنا أعياد، ليس عندنا سوى عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة من كل أسبوع، أما عيد الميلاد وشم النسيم واحتفال عيد الأم وعيد الثورات وعيد العمال وعيد رأس السنة، كل هذه أعياد منكرة وكل هذه أمور محدثة لم يشرعها ديننا، وديننا منها براء. فاحتفلوا بالأعياد التي شرعها لكم الله سبحانه وتعالى وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه البدع وهذه الضلالات وهذه المنكرات. أعيذكم بالله من هذه الضلالات ومن هذه المنكرات. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.